كل كيف بدأ الجنسيات معك؟ بيتكلموا عن الدخان السوداني وسحر الدخان السوداني، ودائما كيف انه هو بيرطب البشره وبيديها نضاره، لكن عمليه الدخان دي يعني لها اصوله زي ما بنقولوا. أكيد لا أصولة. بالمناسبة حتى العريس السوداني أنا بحس متميز صراحة، لبسته وتوب السرتي صحيح والهلال وحنته متميز صحيح عن كل العرسان العرب أو عن كل العرسان في العالم. صحيح. الضريرة أيوة والقرمصيص في بيكون تفاصيل جميل، كذا، والحنة. والحنة صحيح. بنيجي نرجعين لعرستنا. أول شيء الدخان قبل ما يكون تجميلي أنا بعتقد إنه علاجي، علاج لحاجات كثيرة، للرطوبة، للخشونة، للتخشن حق البشرة والتقشف حق البشرة، بعالية صحيح تقريبا حل نهائي لكل مشاكل البشرة الدخان. فعلا، بالذات لانه نحن يعني المناخ عندنا في السودان بيكون حار وجاف، فاغلب مغطيط. المشاكل بتكون في جفاف البشره وخشونتها. ايوه فيلا الدخان علاج جذري جذري لكل مشاكل البشرة، بس اهم شيء البداية تكون صحيحة. ايوه يعني نحن بنستعمل الطلح بالنسبة للعروس، الطلح ما الشافة. ليه الفرق شنو؟ الفرق انه الشاف بغمك، هو ريحته اجمل صراحة، الشاف ريحته احلى من الطلح، بس بغمك حلو في البخور في الدلكة في الحاجات دي، لكن الدخان لا. الطلح، الطلح اول شيء لازم يتبلى. الطلح حتى الطلح ذاته اختيار، الطلح يعني في الطلح له كمان مسميات ماكنتوش وكثير من المسميات، يعني حتى بنشوف انه من شكل الطلح بيكون واضح انه هل الطلح ده هو بينفع انه انا استخدمه للدخان او لا. بسمع كثير من انه الطلح ممكن يسوس، ممكن سوء التخزين يأثر عليه برضه. لا مش وقت التخزين، لا هو خشب التخزين ما بيأثر عليه، لكن طريقة استعماله. الماكنتوش ده المسمى بتاع، شفت النخرة حقت الطلح، النخرة جوا هو ده الماكنتوش. الظاهر جديد عملوا شكل تربيعات وكده، لكن زمان بيجيك شكل طلح بس هشة. أهم حاجة وقبل كل شيء لازم الطلح يتغسل.